ماشي يا دكتور. طب دلوقتي حضرتك ايه هو ال 3 دي وال 4 دي وال 5 دي وال 7 دي؟ اصل احنا حصل اختلاف بيننا بالذات في ال 6 دي وال 7 دي والحاجات ديت، فحضرتك يعني ايه المرجعيه بتاعتنا اللي هتقول عليها نمشي عليه ان شاء الله؟ تسلم. ال 3 دي كل الناس بتعرف شو هو 2 دي، والناس بتعرف شو هو 3 دي. هلا بننطلق من منه انه 3 دي هو ثلاثي الابعاد، وبنترجمه لثلاثي الابعاد يعني ثلاثه variables اكس واي اند زد. هلا اذا بدنا ننطلق لل 4 دي حنزيد variable، وهذا ال variable هو cost. احسب انه عندك الفا ايكوال مثلا 1000 دولار، اوكي؟ فنفسه 3 دي اوبجكت عم تزيد له variable، وهال variable هو cost، اوكي؟ سوري time. إذا بدك تمشي لل 5 دي بتزيد cost variable. هلا ببقى فيك تزيد variables على الجيومتري ك attributes وتضلك تسميهم 6 دي و 7 دي و 8 دي. يعني مثلا 6 دي المعروف عنه هو project life cycle assessment. project life cycle assessment منه variable، هو مجموعة كبيرة كتير من الـ variables، هو actual discipline. فعشان هيك after 5D ما في agreement على شو معناته، يعني 6D و 7D منهم valid من حيث المبدأ.